بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام من هذه البقعة المباركة ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا 36 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة غرة شهر صفر سنة 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، متابعين ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية، مستكثرين في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه من صلاتنا وسلامنا على إمام الأمة وهاديها ورسول الله وشفيعها صلى الله عليه وآله وسلم، رجاء أن نصيب من الأجر الموعود أوفره ومن البركات أعظمها ومن صلوات ربنا علينا 10 أضعاف ما نصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار، يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار، بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة وتشرف الأنصار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية أيها الكرام في فصل ترجم له ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الركوب. وبين يدي شروعنا في مجلس هذا اليوم ومدرستنا لهذا الفصل وما بعده، ها هنا تنبيه على ما مضى ذكره ليلة الجمعة الماضية في المجلس المنصرم من ذكر بعض أرقام عدد روايات ما أحصي فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم من الضحك والبكاء والتبسم والغضب والرضا، اعتماداً على بعض ما كان يتداول، وبمراجعة بعض الفضلاء تبين عدم دقة تلك الأعداد المذكورة ولا صحتها. والأصل حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل أدق التفاصيل، فهم إذ ذكروا مواقف من سكوته عليه الصلاة والسلام، وأخرى في ضحكه، وثالثة في غضبه ورضاه وتبسمه، كان ذلك أدل من غير استناد أو تقييد بعدد بالمئات أو بالألوف لا يصح به العدد والإحصاء. فإذا ذكر أحدهم قوله رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ ويقول آخر: فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ويقول ثالث: وكان متكئا فجلس. ويقول رابع: فغضب حتى احمر وجهه كأنما فوقئ في وجنتيه الرمان صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود عدم صحة الأرقام المذكورة بالألوف منسوبا إلى صحيح البخاري رحم الله الجميع، ولتصويب ذلك جرى التنبيه عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الركوب. ركب صلى الله عليه وسلم الخيل والإبل والبغال والحمير، يعني أنه ركب الدواب على اختلاف أنواعها، فركب منها ما كان يركب في أرض العرب: الخيل والإبل والبغال والحمير، وهي الدواب والأنعام التي خلقت للمنافع المتعددة ومنها الركوب، وذلك مذكور في امتنان الله تعالى في غير ما آية. والنبي عليه الصلاة والسلام ركبها على اختلافها خيلاً وإبلاً وبغلاً وحماراً،
وهذا كله جري على ما تقرر في سنته صلى الله عليه وسلم وهديه في الأبواب السابقة في اللباس وفي الطعام وفي النوم والاستيقاظ، أنه يعمل ويأخذ عليه الصلاة والسلام بما تيسر وبما حضر، فلا يشترط الخيل لا يركب غيرها، أو البعير لا يرضى بسواه، بل يركب ما تيسر وما حضره من الدواب. وتقدم في فصل سابق ذكر بعض دوابه بل وأسمائها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وركب الفرس مسرجة تارة وعريا أخرى، وكان يجريها في بعض الأحيان. أما الفرس فإن الغالب أنها لا تركب إلا إذا كانت مسرجة، يعني أن يوضع السرج على ظهورها، والسرج المقعد الذي يجلس عليه راكب الخيل ليستوي له جلوسه على ظهر الخيل، فإن الخيل خاصة من بين الدواب تحتاج إلى تمكن لركوب راكبها فيستعمل السرج. فإذا وضع السرج على الخيل قيل لها خيل مسرجة، وإذا لم يكن على ظهرها شيء فهي خيل عري، وركوب الفرس العري أصعب وأشد، لأنه يحتاج إلى ملكة ودربة وفروسية تامة. قال المصنف رحمه الله: ركب النبي صلى الله عليه وسلم الفرس مسرجة تارة وعريا أخرى، يعني بغير سرج، ركبها هكذا وهكذا. وأما ركوبها مسرجة فهو الأصل الذي يكثر ركوب أصحاب الخيل عليها، وأما ركوبه الفرس عريا فقد وردت به بعض الروايات، كما أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، وقد فزع أهل المدينة يوما سمعوا صوتا فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري، وهو متقلد سيفهم، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس. والمقصود في الحديث صفتان في غاية الشجاعة، لأجلها قال أنس رضي الله عنه: كان أشجع الناس، لأنهم لما فزعوا في ذلك اليوم على صوت فخرجوا يبحثون عن الصوت الذي أثار الفزع، ما مصدره، وعسى أن يكون خيرا، بينما هم خارجون لبحث الصوت إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام قد ذهب ورجع وعاد وأتى بالخبر، وهو يقول لهم: لم تراعوا. فكان أسبقهم إلى تفقد مصدر الصوت ومعرفة ما الذي بعث عليه. هذا أولا. وثانيا قال: تلقاهم على فرس لأبي طلحة عري، فركب فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه، ووصف أنس الخيل رضي الله عنه بقوله عري، يعني لم يكن عليها سرج، وهذا أيضا أصعب. ووجه ذلك أنه خرج عليه الصلاة والسلام متعجلا يريد أن ينظر ما مصدر الصوت، ولم يكن ثمة وقت لإعداد الفرس وتهيئة السرج، فأخذها مستعجلا وركب الفرس وانطلق، قال: وهو متقلد سيفه. فهذا أيضا وجه آخر من الشجاعة والجرأة والإقدام التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أثبت قلوب العباد في هذه المواقف عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وجدته بحرا، يعني الفرس، فرس أبي طلحة التي ركبها وجده بحرا، يعني سريعا في الجري. وفي بعض الروايات أن الفرس كان يسمى المندوب، وأنه كان يبطئ، يعني كان يوصف بالبطء وعدم السرعة في الجري، لكنه لما ركبه عليه الصلاة والسلام انطلق به حتى قال: وجدته بحرا. قال: وكان يجريها في بعض الأحيان، يعني ربما أجرى النبي عليه الصلاة والسلام سباقا في الخيل لأصحابه بالمدينة، وهذا من السباق المشروع الذي يربي أصحاب السباق على الشجاعة والإقدام، وهو أيضا من إعداد الأمة في مواضع العدة والاستعداد للجهاد، حيث كانت الخيول آنذاك من أعظم وآكد أدوات الحرب والجهاد والاستعداد للقتال،
كان عليه الصلاة والسلام يجري الخيل، يجري بينها سباقا ويشهد ذلك، فتجري الخيل المضمرة وغير المضمرة بمسافات، والصحابة يتسابقون بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه على البعير، وربما أردف خلفه وأركب أمامه، فكانوا ثلاثة على البعير، وأردف الرجال وأردف بعض نسائه. هذا الركوب مفرداً أو مع رديف، والمقصود بالرديف الراكب الثاني الذي يكون خلف صاحب الدابة. قال: وكان يركب وحده وهو الأكثر صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في هذه الدواب أن يركبها واحد، سواء كانت خيلاً أو إبلاً أو بغالاً أو حميرة، الأصل أن يركبها واحد، لكن ربما احتاج الأمر في بعض المواقف لأن يركب اثنان، كأن يكون هناك قلة في الظهر المركوب وكثرة في الراكبين فيحصل التزاحم، فربما ركب اثنان على ظهر. إذا قوي الظهر كأن يكون خيلاً أو بغلاً أو حماراً أو بعيراً قوياً صلب الظهر يتحمل، فيكون هذا من استعمال ما يباح فيما أعد له، والأنعام خلقت لتركب في بعض منافعها أو في وجه من وجوه منافعها. قال: ربما أردف خلفه على البعير، وهذا يحصل لكنه ليس بالأكثر، يحصل أحياناً أن يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه خلفه على البعير، أو بعض أهل بيته، وهذا حصل لعدد من الصحابة ليس بالقليل. أردف عليه الصلاة والسلام زوجه أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها في رجوعه من غزوة خيبر، وأردف عليه الصلاة والسلام أيضا ابن عباس لما كان في حجة الوداع، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس في حجة الوداع من عرفة إلى مزدلف، من مزدلفة إلى منى، وأردف أسامة بن زيد من عرفة إلى المزدلفة، وأردف ابن عباس لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يريد الحج عن أمه، وأردف معاذا رضي الله عنه في أكثر من مرة، منها حديث سؤاله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ كما في الصحيحين. وأردف ابن عباس رضي الله عنهما كما في حديث: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. أردف أبا هريرة، أردف زيد بن أرقم، وأردف أبا بكر في دخوله المدينة يوم الهجرة رضي الله عنهم جميعا. هذه الروايات المتعددة حصل فيها ركوب عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه، حتى اعتنى بعض أهل العلم بجمع ذلك وإحصائه. بوب البخاري رحمه الله في الصحيح باب إرداف المرأة خلف الرجل، وأورد حديث صفية رضي الله عنه لما أركبها النبي عليه الصلاة والسلام خلفه على البعير مقدمه من غزوة خيبر عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف رحمه الله: وربما أردف خلفه وأركب أمامه فكانوا ثلاثة على البعير، وهذا يحصل لكنه قليل ونادر، أيضا إذا كان الظهر قويا محتملا. وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عباس في البخاري أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه، قثم أخوه، قثم بن العباس حمل قثم بين يديه والفضل خلفه، فأركب اثنين من إخوة عبد الله بن عباس، قثم أمامه والفضل خلفه. قال: أو قثم خلفه والفضل بين يديه. ولهذا أيضا بوب البخاري رحمه الله فقال: باب الثلاثة على الدابة. فكل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. اعتنى عدد من أهل العلم في جمع هذه اللطيفة: من الصحابة الذين تشرفوا بإرداف النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ركوبه في بعض المرات وبعض الأحيان؟ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده الأصبهاني المتوفى سنة 511 أو 512، حفيد الإمام الحافظ بن منده محمد بن إسحاق،
ألف رحمه الله جزءا سماه معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة الذين ركبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض دوابه. ومحمد محمد علي بن محمد علان الصديق الشافعي المتوفى في القرن الحادي عشر سنة 1057 ألف رسالة سماها تحفة الأشراف بمعرفة الإرداف، وأحصى فيه عددا. ابن منده أورد فيه 33 صحابيا بأسمائهم ممن ثبتت بهم الروايات، واثنين مبهمين، وجمع في ذلك أكثر من 60 حديثا. وابن علان الشافعي بلغ بهم أكثر من 40 صحابيا. هذا العدد يا كرام ليس واحدا ولا اثنين، وليس أبا بكر وعمر فقط وعلي ولا ابن عباس فقط، بل فيهم من سمعت أسماءهم: صفية زوجته رضي الله عنها، قثم بن العباس، والفضل، وعبد الله بن عباس، وفيهم أيضا أبو بكر، وفيهم كما تقدم أسامة بن زيد وأبو هريرة وزيد بن أرقم ومعاذ بن جبل، وعدد كبير من الصحابة. هذا ماذا يعني؟ أن يقول المصنف: أردف خلفه على البعير، وأردف خلفه، وأركب أمامه، أردف الرجال وبعض نسائه. كل ذلك دلالة على عدة أمور تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظمها يا كرام هذا الباب الكبير من التواضع ولين الجانب وخفض الجناح. أنا أقرب لك الصورة: لو كنت كبير البلد، عظيمها أو أميرها أو رأسها الأكبر، ولك من التقدير والمهابة والاحترام، لك من المكانة والكلمة المطاعة والسمع والأمر والنهي، فإذا أقبلت احتفى بك الناس، وإذا تكلمت أنصتوا لك، وإذا أمرت استجابوا، فأنت صاحب الكلمة المطاعة. مثل هذا يوفر لصاحبه من الأسباب والتهيئة والمراكب والمواكب ما يليق بمثله، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت لو حظيت بمركوب فاخر، بسيارة نفيسة الثمن غالية الصنع، وحولك العشرات بل المئات كلهم يعدون من أتباعك أو من طلابك أو من يستجيب لك، فأنت ليس بوسعك أن تركب الجميع، وربما كان الأيسر لك والأرفق بك وبهم أن تركب وحدك وتنصرف وحدك، فأن تأخذ في كل مرة واحدا أو اثنين وتركبهم معك في مركوبك الفاخر وسيارتك الفارهة، لتشعرهم بقدر كبير من العناية والحفاوة والتقدير، وفيه قدر كبير من التواضع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ملك يا قوم ملك قلوب أصحابه رضي الله عنهم حبا وإجلالا، وقد ارتقى في أعينهم من التواضع وولين الجانب ما فاق الوصف، حبه لهم عليه الصلاة والسلام وإكرامه، ويجعل من تلك المواقف توجيها، يردف خلفه معاذ فيعلمه تلك المسألة العظيمة التي تروى في الصحيح فتدرس للأمة في باب العقيدة: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فيقول: الله ورسوله أعلم. قال: حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى فقال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إن هم وفوا بذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذب من مات لا يشرك به شيئا. أردفه فعلمه مسألة، يركب ابن عباس فيقول: يا غلام، إني أعلمك كلمات، ويروي حديثا عظيما فيه أصول العقيدة واليقين والتوكل وحسن الظن بالله والإيمان بالقضاء والقدر. يردف خلفه الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وأسامة بن زيد، فيروون أحكاما مهمة تتعلق بالمناسك في مسيره من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى. كل تلك الأبواب والمسائل فيه توجيه وإرشاد، فيه تطيب للخواطر ولا شك، فيه التربية والتعليم، كل ذلك كان موظفا في إركابه وإردافه صلى الله عليه وسلم لعدد من أصحابه. وأنت ترى في الأسماء تنوعا، صغار الصحابة عبد الله بن عباس وأسامة بن زيد، كبار الصحابة أبو بكر، أبو هريرة، زيد بن أرقم، زوجاته صفية بنت حيي رضي الله عن الجميع. دل الأمر على المشروعية وعلى سعة الشريعة في أصل الإباحة في هذا الباب، وفيها من جوانب العظمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ما سمعتم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل، وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك، ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لما أهديت له البغلة قيل له: ألا ننزل الخيل على الحمر؟ فقال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال: كان أكثر مراكبه الخيل والإبل، يعني أكثر من البغال والحمير، وذلك أن الإبل أكثر ركوبا عند العرب، ويليها كذلك الخيل، خصوصا في الغزو والمسير والرغبة في الإسراع. أما البغال والحمير فيقل ركوبها، وخصوصا البغال فإنها لم تكن معروفة عند العرب. قال رحمه الله: وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك. وقد تقدم في كلامه رحمه الله في فصل دوابه أنه ذكر أربعا من البغال، فلعل ما هاهنا سهو، أو أنه اعتمد رحمه الله على نقله من رسالة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر هذه الجملة فأوردها على سياقها، وإلا فقد تقدم أنه ذكر أربعا من البغال، ثم تردد في خامسة فقال: وقيل خامسة يقال لها كذا. فله عليه الصلاة والسلام أكثر من بغلة، وعامتها كانت أعطيت له إهداء، أهداه المقوقس حاكم الإسكندرية بمصر، أهداه سعد بن عبادة رضي الله عنه، فاجتمع له عدد من البغال. قال رحمه الله: ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لما أهديت له البغلة قيل له: ألا ننزل الخيل على الحمر، يعني ألا نجعل الخيل في وطئها للحمير بأجل أن تنجب البغال، فإن البغلة مولد بين الفرس والحمار. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. هل هذا نهي أو ذم؟ ظاهره الذم، والذم يستوجب النهي. قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. والحديث أخرجه أحمد والطبراني وفيه انقطاع، لكن يشهد له أكثر من رواية صحيحة عن علي رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فرس. ومثله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج أصحاب السنن وأحمد رحم الله الجميع. هذا الحديث قال: لما أهداه له بعض الملوك أهديت له بغلة قيل له: ألا ننزي الخيل على الحمر؟ وفي رواية قال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، يعني لو جعلنا الحمير تركب الخيل فإنها تنتج بغالا مثل هذه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. الحديث في مسند أحمد ولفظه لما ذكر ابن عباس رضي الله عنه جوابا لبعض من كان يسأله قال: وما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس بشيء ليس ثلاثا: أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة، يعني آل بيته عليه الصلاة والسلام، وألا ننزي حمارا على فرس. قال موسى أحد رواة الحديث: فلقيت عبد الله بن حسن فقلت: إن عبد الله بن عبيد الله حدثني كذا وكذا، فقال في تعليل عدم إذنه صلى الله عليه وسلم، أو في تعليل نهيه لآل بيته عن إنزاء الحمير على الخيل، قال: إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة، فأحب عليه الصلاة والسلام أن تكثر فيهم. لفظ أبي داود في سننه قال: ولا ننزي الحمار على الفرس. فإذا كان الحمار ذكراً والفرس أنثى أنجبت أو أنتجت البغلة. قوله: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، ذم بمعنى أنه إنما يقدم على ذلك من لا يفقه أحكام الشريعة، أو من يجهل الأنسب والأولى بالحكمة، أو الذين يغفلون عن أهمية الخيل وأثرها في الجهاد وحاجة الأمة إليها، فإنهم إذا زاوجوا الخيل بالحمار أنتج البغل، ففقدت الخيل خيالها،
وإذا قلت الخيل في الأمة كان هذا نقصا في أدوات الجهاد وإعداد الأمة، فذم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما للخيل من أثر. وقيل بل المعنى أنه لما استؤذن عليه الصلاة والسلام لو حملنا الحمير على الخيل، فإنما أراد أن إنزاء الحمير على الفرس هو صنيع الذين لا يعلمون، وأن الأولى إنزاء الفرس على الفرس خير من إنزاء الحمار على الفرس. ومع ذلك فإن ذكر البغال في كتاب الله الكريم في سياق الامتنان أعظم دليل على المشروعية، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فلما ذكر سبحانه وتعالى البغال إلى جانب ذكر الخيل والحمير في سياق الامتنان، بل ذكرها باسمها الخاص الموضوع لها ونبه على ما فيها من المنافع ووجوه الانتفاع بها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهديت له البغال قبل الهدية واستعملها وركبها عليه الصلاة والسلام، فذاك في أدل الوضوح فيما في أدل الدلائل الواضحة على مشروعية ركوب البغلة. بل إنه يوم حنين عليه الصلاة والسلام لما إن كانت الجولة لأهل الشرك على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وانفض عنه، نزل عليه الصلاة والسلام على بغلة وهو يرتجز: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض أهل العلم: إنما كان النهي لبني هاشم خاصة لا لعامة أهل الإسلام، بدلالة سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن، قال: وما اختصنا صلى الله عليه وسلم إلا بثلاث، وذكر منها: وألا ننزي الحمير على الفرس. فكان هذا سببا خاصا بهم، لأن الخيل كانت قليلة في بني هاشم، كما سمعتم في الرواية عن موسى لما ذكر سؤاله لعبيد أن عبيد الله بن عبد الله حدثه بذلك فقال: نعم، لأنها كانت قليلة في بني هاشم فأحب أن تكثر فيهم. لكن لا يحمل النهي على عامة استعمال أهل الإسلام للبغال أو إنزاء الحمير على الخيل، فإن الأصل في ذلك المشروعية. ولأجل ما تضمنته الرواية من إيهام الإشكال كان ذلك للإيضاح، والله أعلم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. واتخذ صلى الله عليه وسلم الغنم والرقيق من الإماء والعبيد، وكان له 100 شاة، وكان لا يحب أن تزيد على 100، فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى. تقدمت هذه الجملة سابقا في فصل دوابه صلى الله عليه وسلم، ذكر هناك أنه اتخذ الغنم وكان له 100 شاة. وقوله في بداية الفصل: واتخذ الغنم والرقيق من الإماء والعبيد، هكذا هي في عامة النسخ عطف ذكر الرقيق على الغنم في اتخاذه صلى الله عليه وسلم لكليهما. وفي بعض النسخ وهو الأصح قال: واتخذ الغنم وكان له 100 شاة، ثم قال: واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد. ولأجل ذلك فإنه جاء في هذه النسخة إعادة الجملة: واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد وكان مواليه إلى آخره. فالصواب إذن والأدق في النسخ أنه ذكر في صدر الفصل الغنم خاصة، ثم عطف على ذلك اتخاذ الرقيق من الإماء والعبيد. قوله رحمه الله: واتخذ صلى الله عليه وسلم الغنم، ما معنى الاتخاذ؟ الاقتناء والامتلاك. نعم، فرق بين أن يأكل شيئاً أو يشتريه أن يتخذه. اتخذ الغنم عليه الصلاة والسلام فكان له منها 100 شاة، قال: وكان لا يحب أن تزيد على 100، فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى. وتقدمت الرواية أيضاً هناك فيما أخرج الأئمة أحمد وأبو داود وصحح ابن حبان والحاكم من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وفي الرواية سبب ذكر ذلك، قال رضي الله عنه: كنت في وفد بني المنتفق، فبينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع الراعي غنمه إلى المراحي، يعني بعثها في المرعى، فإذا سخلة تيعر، يعني فإذا شاة منها تيعر الرعاء، اشتداد الصوت، صوت الشاة بصوت مرتفع،
فسمع صلى الله عليه وسلم صوت شاة مرتفع شديد الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للراعي: ماذا ولدت؟ فكان صياح شاة تنفس. قال: ماذا ولدت؟ فقال الراعي: بهمة. البهمة يقال للشاة ذكرا أو أنثى، والمقصود هنا أنها أنثى. فقال له عليه الصلاة والسلام: اذبح مكانها شاة. عنده ضيوف، فلما بشر بولادة بهم في غنمه قال للراعي: أما قد رزقنا بواحدة؟ فاذبح مكانها شاة لضيوفنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: لا تحسبن بالخفض، ولم يقل لا تحسبن بالنصب، أنا من أجلك ذبحناها، إن لنا غنما 100، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. ثم ذكر في الحديث قصة، وفيه الجملة الشهيرة عند الفقهاء في حديث لقيط بن صبرة: وخلل بين الأصابع وبارق في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قوله لا تحسبن، لا تحسبن أن ذبحنا من أجلك، قال أهل العلم: لعله وجد صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه شيئا من الحرج أنه تكلف لأجلهم فذبح شاة، فأحب أن يزيل هذا الحرج من نفوسهم، وأن يظهر لهم عدم تكلفه صلى الله عليه وسلم، وأنه أخذ بإكرامهم وبأصل جرى عليه في شأن الغنم، كان يحب للغنم ألا تزيد، فكلما زادت ذبحها إما لضيف عنده أو لأهل بيته ونحو ذلك. فقال: لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها، إن لنا غنما 100، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد، وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ اعتق امرأ مسلما كان وقاء له من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما عضوا منه. قال: هذا حديث حسن صحيح. هذا لفظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه لحديث فضيلة العتق وثواب من أعتق في سبيل الله. وفي الصحيحين لفظ موجز يقول عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. هذا في ثواب العتق والترغيب فيه، فإن الشريعة جاءت بالسعي والتشوف كما يقول الفقهاء إلى العتق وإلى تحرير الرقيق، وجعلت في جواب في ثواب ذلك أجرا عظيما، منه ما جاء في هذا الحديث. لفظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هنا في سننه قال: فرق بين عتق العبد الذكر وعتق الأمة. قال: أيما امرئ اعتق امرأ مسلما كان وقاء له من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، يعني يعتق الله بكل عضو من العبد المملوك من النار عضوا من المعتق من السيد المالك. قال: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما عضوا منه. فأفاد الحديث أن عتق العبد الذكر أفضل من عتق الأنثى، وأنه في الضعف من الثواب، وأن عتق الجاريتين المملوكتين في ثوابه يساوي ويعدل عتق المملوك الذكر الواحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد. وتقدم في فصل مواليه صلى الله عليه وسلم ذكر عدد كبير من هؤلاء من الموالي، سواء كانوا عبيدا أو إماء. وتقدم يا كرام أن تملك الإنسان للرقيق عبدا كان أو أمة إنما يتأتى بهبة أو شراء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر تملكه، بل عامة
تملكه للرقيق كان إما هبة أو مغنما، فيكون سهمه في الغنيمة إذا وقع الأسرى في يد الجيش المنتصر جيش المسلمين، كان الرقيق يقسم بينهم. فكان عامة ما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام من الموالي ذكورا أو إناثا، عبيدا أو إماء، كان إما من مغنم أو هبة يوهب عليه الصلاة والسلام، يهيبه بعض أصحابه أو بعض قرابته وأهل بيته ما كان من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعتق كثيرا من هؤلاء، ولهذا تقدم في فصل مواليه ذكر جملة صالحة منهم بأسمائهم رضي الله عنهم جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، والثاني العقيقة، فإنه عن الأنثى شاة وعن الذكر شاتان عند الجمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل، والرابع الميراث، والخامس الدية. هذه فائدة فقهية أتم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل للفائدة. يقول: خمس مواضع في الشريعة جاء فيها ذكر الرجل الذكر على الضعف من نصيب الأنثى أو من حكمها في الشريعة. أولها هذا، أن عتق العبد المملوك يعدل في ثوابه عتق جاريتين مملوكتين. قال رحمه الله: والثاني العقيقة، فإنه عن الأنثى شاة وعن الذكر شاتان عند الجمهور، يشير إلى خلاف ما عليه عامة الفقهاء. قال: وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والأحاديث متعددة، عامتها كما أخرج أحمد وأبو داود والنسائي بسند حسن، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، وألفاظ عديدة متقاربة بهذا اللفظ. فدل على أن السنة في عقيقة الرجل عن المولود إذا ولد له إن كان ذكرا أن تكون العقيقة شاتين، وإن كانت أنثى فالعقيقة شاة واحدة. قال رحمه الله: والثالث الشهادة، الموضع الثالث في الشريعة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. وقد ذكر الله في آية الدين في سورة البقرة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال: والرابع الميراث، والمقصود به في الأصل العام عند تساوي العصبات وعند فرض أصحاب الأصول في الأصول، يعني الزوج في مقابل الزوجة والأب في مقابل الأم، وليس على الإطلاق. فإن الله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإلا فإن بعض مواضع الميراث تساوي فيه الأنثى نصيب الذكر، وربما كان الحاصل من قسمة التركة في بعض الصور نصيب الأنثى فيه أكثر من نصيب الذكر، ويعرف هذا أصحاب الفرائض. فالإخوة لأم يتساوون في نصيبهم ذكورا كانوا وإناثا، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ومواضع أخرى. ومقصود المصنف رحمه الله واضح. الموضع الخامس الدية، والمقصود بها أن دية المرأة على النصف من دية الرجل بهذا اللفظ الذي أخرج البيهقي فيه الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، لكن الحديث لا يصح سندا، وإنما انعقد الإجماع عليه، إجماع العلماء. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك 50 من الإبل. ويقول الإمام الطبري رحمه الله: لا خلاف بين جميع أهل العلم في دية المؤمنة على النصف من دية المؤمن إلا من لا يعتد بخلافه. وأشار الإمام الطبري رحمه الله إلى خلاف ابن علية والأصم من المعتزلة، فإنهما ذكر أن دية المرأة كدية الرجل. قال ابن قدامة رحمه الله قال: وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حكى الإجماع غير واحد من أئمة الفقهاء في المذاهب الأربعة،
ابن المنذر وابن عبد البر والعيني والسرخسي والكاساني وابن رشد والقرطبي وابن قدامة وغير واحد رحم الله الجميع يذكرون إجماع فقهاء الإسلام من المذاهب الأربعة وغيرها، وأن الخلاف الشاذ مسبوق بإجماع الصحابة والتابعين والصدر الأول من الأمة رضي الله عن الجميع. فأراد المصنف رحمه الله الإفادة بهذه المسألة في تفضيل المرأة على الرجل، ولأجل بيان ذلك خصوصا في سياق ما يشهده العالم اليوم من رفع الأصوات بما لا ينتسب إلى الشريعة بفقه ولا رأي، في سياق مطالبة المساواة بين المرأة والرجل، وتقدمت الإشارة إلى أن شريعة أحكم الحاكمين ليست بصدد موازنتها بحال من الأحوال بالعقول الناقصة والفطر المنتكسة، حتى نحتاج أن نقول إن شريعة الإسلام أزكى وأطهر وأسمى وأحكم وأعقل من مطالبات البشر المعاصرين، هذا لا سبيل إليه أصلاً. إنما تلتمس الحكمة عند بعض من قد تغيب عنه، أي يقال في مثل هذا إن الإسلام عنده عنصرية ويفضل الرجال، وأن منطق الإسلام تطغى فيه الذكورية كما يعبرون بمصطلحاتهم. والجواب أن شريعة الإسلام خاطبت الرجال والنساء على حد سواء، وجعلت الجنة يوم القيامة لأهل الإيمان من الرجال والنساء على حد سواء، والله عز وجل لما ذكر حقوق الزوجية قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن الشريعة التي تنتسب إلى الخالق جل وعلا القائل عن نفسه سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالذي خلق شرع، والذي قدر عدل، والذي حكم أحكم سبحانه وتعالى. فاستوت شريعته في غاية الإحكام، في غاية العدل، في غاية السلامة من النقائص والعيوب. فإن بدا شيء من الريبة أو الشك أو الخلل فهو في الفهم والعقل البشري الذي قد لا يدرك الحكمة أو لا يفهمها، فيكون جوابه المطالبة بالتعلم ليفهم، وبالسؤال ليعلم، وبالاستشكال الذي يبديه حتى يزول عنه، لا الاعتراض ولا المواجهة لأحكام الشريعة بشيء من الريب والشكوك. فالشريعة جاءت بالعدل لا بالمساواة، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، أما المساواة فالتسوية بين الطرفين، والمساواة في بعض المواضع تكون ظلما محضا. العدل أن تعطي الصغير غير ما تعطي الكبير، وأن تعطي العاجز غير ما تعطي القادر، فإذا سويت بينهم فقد ظلمت، والشريعة تأمر بالعدل. والله عز وجل لما قال وليس الذكر كالأنثى على لسان امرأة عمران، المقصود به أن الله عز وجل خص كل جنس بما هو أهل له، بما خلق لأجله، بما هيئ للقيام به، فجعل للرجال القوامة على النساء على البيوت ومسؤولية النفقة والقيام بواجب الأمانة. الرجال قوامون على النساء بأي شيء؟ قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وجعل للمرأة من الحقوق والواجبات وجعل لها من الأدوار ما لا يطيقه الرجال على كوكب الأرض ولو اجتمعوا، فإن 100 رجل لو اجتمعوا في قوة رجل واحد لا يقوون على حمل وإرضاع ونفاس وولادة تقوم بها امرأة واحدة، بل تفعل ذلك أكثر من مرة في حياتها. فالذي خلق سبحانه وتعالى أحكم الخلقة وأحكم الحكم وقدر، وقد وعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا جاء البشر ينازعون في حكمة الحكيم وفي تشريع الخالق سبحانه فقد ابتغوا طريقا لا نفاد له، وهذا كله في سياق هذه الأحكام الشرعية. فيقال في الجملة إذا لم يدرك المسلم بتعلمه ولا بعقله شيئا من دقائق تلك الحكم وعميق كلام أهل العلم وبيان حكمة الشريعة فيما يقرر الفقهاء، إذا كان لا يقوى على استيعاب ذلك أو لا يحسنه أو لم يقف عليه فليعمل بالأصل. ما الأصل؟ الإيمان والتسليم، نحن عباد والرب خالق، والحكمة له والأمر والسمع والطاعة له جل وعلا، وليس على المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا آمنا به كل من عند ربنا، هذا الأصل العظيم.
فلا تأذن لأحد عبد الله أن يشكك في عقيدتك ودينك وشريعة ربك جل وعلا، فالأصل محكم وشريعة الله عز وجل منزهة عن كل نقص وعيب أو خلل. والله جل وعلا شرع للعباد شريعة وأمرهم بالتزامها، فكلما كانوا أقوام بها كانت السعادة في الحياة وتحقيق المنال في الدنيا والآخرة. فإذا ذكرت هذه المواضع فليس من سبيل إلى أن يقال هل هذا من تفضيل، هل هذا من ترغيب الإسلام في الفرح بالمولود الذكر أكثر من الأنثى، أن يعق عنه شاتان وعن الجارية شاة، وإذا مات فكان لأولاده الذكور والإناث لقسمة في الميراث، نال الذكور حظا أكثر من نصيب الإناث، والشهادة فلماذا يجعل شهادتها بنصف شهادة الرجل؟ في كل موضع من تلك المواضع لمن أراد التعلم قدر كبير أفاض به العلماء، ليس من اليوم، ليس من هذا الزمن الذي علت فيه الصيحات المنتكسة فطرتها والمعارضة لشريعة ربها، بل منذ الزمن الأول قرروا رحمة الله عليهم حكمة الشريعة في ذلك كله، بما يزداد به المؤمن إيمانا وتزول عنه الريبة والتهمة والشك. لكننا في زمن كثر فيه اللغط والخوض بالباطل، وأن يتجرأ على أحكام الشريعة من لا يفقه فيها شيئا، والواجب على المسلم ليحفظ دينه وعقيدته من أي شيء يدخل عليه الريبة أو الشك التسليم المطلق لله جل وعلا والإذعان لشريعته، بل والفرح والافتخار والسرور بالانتساب إلى شريعة أحكم الخالق سبحانه وتعالى أحكامها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى. هذا الفصل وما بعده في التعاملات، كيف كان يتعامل رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيذكر البيع والشراء والتوكيل والشراكة، سيذكر رحمه الله تعالى السفر والمشاركة بالأموال والمضاربة، القبول للهدية، الرهن، الاستعارة، الضمان، الشفاعة، الحلف، في مواقف لا يزال هذا الفصل مشتملا عليها. قال: وكان اشتراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره. لماذا كان شراؤه بعد النبوة أكثر من البيع؟ قبل النبوة كان يبيع ويشتري، بعد النبوة كان شراؤه أكثر من البيع. ها؟ نعم، لعدم التفرغ. البيع تجارة، بيع وشراء وبحث عن الربح وأخذ وعطاء، أما بعد النبوة فقد شغل عليه الصلاة والسلام بأعظم الأعمال بما كلفه الله تعالى بهم. قال: باع واشترى. كان اشتراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، لتفرغه لأمر البلاغ والدعوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة. في الهجرة إلى المدينة قل أن تجده يبيع، يشتري نعم، أما يبيع ينزل يبيع سلعة ويأخذ ثمنها وينصرف، قال هذا في قضايا يسيرة، وهذه القضايا اليسيرة كان البيع فيها لغيره لا لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال: وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، كبيعه القدح والحلس في من يزيد، وبيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور، وبيعه عبدا أسود بعبدين. وأما شراؤه فكثير، وآجر واستأجر، واستئجاره كان أكثر من إيجاره، وإنما يحفظ عنه أنه آجر نفسه قبل النبوة في رعية الغنم، وآجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام صلى الله عليه وآله وسلم. قال: بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، كبيعه القدح والحلس في من يزيد. أشار رحمه الله إلى رواية أخرجها بعض أصحاب السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد أيضا في المسند من حديث أنس رضي الله عنه، وإن كان الحديث ضعيفا لكن الفقهاء يذكرونه لفائدة فقهية فيه
وهو الاستدلال به على مشروعية بيع المزايدة. ولفظ الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا؟ يسأله المساعدة، وجاء يشكو الشدة والجهد، يعني الفقر وشدة العيش وصعوبة الحياة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه. الحلس مثل قطعة صغيرة من القماش التي إذا جلس الجالس على الأرض بسطها فجلس عليها، إذا ركب على حمار أو بغل فرشه فجلس عليه. قال: نفرش بعضه، نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه الماء. هذا الرجل الأنصاري بلغ به الفقر أنه لا يملك من الدنيا شيئا سوى كأس يشرب فيه وقطعة قماش يجلس عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال: من يشتري هذين؟ ينادي بالبيع أمام الصحابة، يبيع القدح والحلس لهذا الرجل. قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا، من يزيد؟ من يزيد؟ ينادي على الصحابة بحثا في سعر أعلى من الذي بذله الرجل الأول، من يزيد؟ مرتين أو ثلاثا. فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري. ماذا فعل الآن؟ باع للأنصاري قدحه وحلسه وحصل الدرهمين. قال الفقهاء: هذا دليل على مشروعية بيع المزايدة، أن يعرض صاحب السلعة سلعته أمام الناس ويبيعها لمن يزيد في الثمن، ويشتريها من يدفع أكثر، فيكون هو المشتري ويدفع الثمن. فقال عليه الصلاة والسلام: أخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. ما القدوم؟ مثل الفأس. ففعل الرجل، فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام القدوم لما جاءه به، فشد فيه عودا بيده وقال: اذهب فاحتطب ولا أراك 15 يوما. فجعل الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا، ثم قال: هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مقطع، أو دم موجع. والحديث كما سمعتم لا يصح سندا، مداره على بعض الرواة الذين ضعف الأئمة حديثهم. هذا مثال لبيع النبي عليه الصلاة والسلام بيعا ليس لنفسه بل لغيره. وفي الحديث عدة فوائد: أنه عليه الصلاة والسلام لم يعمد إلى إعطاء الرجل حاجته من المال أو من الطعام، بل عمد إلى حل أصل مشكلته، العوز والفاقة والحاجة. وكما يقول المثل اليوم، يقول: علمني الصيد ولا تعطيني سمكة، إذا أعطيتني سمكة سأكله وأتيك غدا حتى تعطيني ثانية وثالثة، لكن إذا علمتني الصيد سأتكل على الله وأصيب رزقي بيدي. فأعطاه القدوم وقال: اذهب واحتطب ولا أراك 15 يوما. فجاء وقد وجد من السعة ما ذكره في الرواية. أيضا باع عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، منها ما أشار إليه المصنف: جاء عبد فبايع، كما في صحيح مسلم: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الناس تبايعه يمد يده فيبايعهم. فلما بايعه قال في الرواية عن أنس: ولم يشعر أنه عبد. الأصل أن العبد لا يملك أمره بنفسه، وأنه إذا جاء فيكون الإذن لسيده. قال: ولم يشعر النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد. فماذا حصل؟ بايعه صلى الله عليه وسلم، تمت البيعة. قال: فجاء سيده يريده. كيف بايع؟ فجاء سيده قال: هذا عبدي. طيب ما الموقف الآن؟ البيعة قد تمت، فانظر كيف عمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعظم الحلول وأسماها.
ما قال للعبد رددنا عليك البيعة وعد مع سيدك، قال عليه الصلاة والسلام لسيده بعنيه أنا قد بايعته. فتحمل صلى الله عليه وسلم، ما أقول تبعة بيعته، لكن سمو بيعته أن تكون أجل وأشرف. فقال بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، إكراما للرجل وتطيبا لخاطره، أعطاه عبدين مكان العبد الذي بايعه صلى الله عليه وسلم. قال ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله أعبد هو، إن كان عبدا يطلب إذن سيده للبيعة، وإلا بايعه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البيع وهو مواضع كما سمعت لم يكن لنفسه بل كان لغيره. قال أما شراؤه فكثير، لأن الشراء يكون للحاجة بخلاف البيع الذي يكون للاتجار والاسترباح. قال وآجر واستأجر، واستئجاره كان أكثر من إيجاره، استئجاره لغيره أكثر من إيجاره صلى الله عليه وسلم لنفسه. يعني السؤال، هل أجر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لأحد؟ قال وإنما يحفظ عنه أنه آجر نفسه قبل النبوة في رعية الغنم، وآجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. قالوا موضعان فقط ثبت أنه صلى الله عليه وسلم آجر نفسه لغيره، الأول تأجيره لأهل مكة في رعي الغنم، والثاني تأجيره لنفسه في مال خديجة. وبعض أهل العلم يناقش في هذا فيقول كلا الموضعين لم يكن إيجارا لنفسه، بل كان في تجارة خديجة شريكا، وأنه ما أخذ مالها أجيرا بل أخذها في مضاربة بحيث يستربح لها ويعود لها بالربح، لكنه سيذكر المصنف شيئا من تلك الرواية. أما رعي الغنم ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال الصحابة وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. عامة أهل العلم دل الحديث على أن رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم لأهل مكة قبل النبوة كانت أجرة، وكانت عملا مشروعا في رعي الغنم، أصاب منها أجرته القراريط المذكورة. قال بعض الرواة كل شاة بقيراط، وذهب بعض أهل العلم وهو إبراهيم الحربي رحمه الله إلى نفي ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما آجر نفسه بل كان يرعى الغنم لأهل بيته، وأن قراريط اسم مكان بأجياد في أطراف مكة وليس المقصود بها الأجرة، وعامة أهل العلم على خلاف ذلك. وذكر أن هذا المعنى كما يقول الحافظ ابن حجر لا يعرف مكان عند أهل مكة يسمى بالقراريط. وأما إجارته لنفسه من خديجة رضي الله عنها في سفره بمالها إلى الشام فسيذكر المصنف حديث الحاكم هنا ويعقب عليه. بقيت الإشارة إلى قوله وبيعه أيضا يعقوب المدبر غلام أبي مذكور. أشار المصنف إلى حديث الصحيحين أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، وهذا يسميه الفقهاء العبد المدبر الذي يعلق السيد فيه عتق العبد على مماته، فيقول إن مت فأنت حي فأنت حر لوجه الله. لكن الشريعة ترفض وتمنع أن يعتق الإنسان عبده إذا لم يملك غيره، لأنه بمثابة التصرف بماله كله، والشريعة لا تأذن في الوصية إلا في حدود ثلث التركة. فلم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فباع، والبيع لم يكن لنفسه بل كان لغيره، فاشتراه نعيم بثمانمائة درهم فدفعها إليه، وهو المقصود به كان يسمى العبد يعقوبا، وهو غلام الرجل الأنصاري المكنى بأبي مذكور رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. هذه فائدة فقهية ذكرها المصنف استطرادا. إن كان العقد مضاربة، والمضاربة أن يشترك اثنان أحدهما بالمال والثاني بالعمل، فأعطيك 100,000 وأنت تعمل فيها بتجارة نتفق فيها على الربح بيننا، المضارب الذي يأخذ المال
ليعمل به تنطبق عليه أربعة أحكام أو أوصاف فقهية: أنه أمين وأجير ووكيل وشريك. كيف؟ قال: أمين إذا قبض المال من شريكه، وأجير فيما يباشر في نفسه من العمل، ووكيل في التصرف، وشريك إذا ظهر الربح. فله أحكام أربعة، له من كل وجه منها حكمه المتعلق به. ما يزال في فصلنا بقية نأتي عليها ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، وما يزال في بقية ليلتكم وجمعتكم غدا متسع للمحبين المتسابقين في كثرة صلاتهم وسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلوا عليه وسلموا بقدر ما يرغب أحدكم ويتمنى في مضاعفة صلاة ربه عليه 10 أضعاف صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم. فعليه صلى الله ما سطع الضياء وترنمت ورقاء بالأشعار، وعليه صلى الله ما التف الدجى وترددت ذكراه في الأقطار. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم تولنا بولايتك وأكرمنا بكرامتك واحفظنا بحفظك يا حي يا قيوم، نحن والمسلمين جميعا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.